يعني هو المهيسون يعني ده ناس كتير قوي قالت لي لما الناس اللي بتشتغل معايا وناس قريبه مني كانت تجربه الحريفه شبه تجربه المهيسون شويه من تيرمز اوف الشباب والتيرمز اوف الهايب اللي اتعمل. ما عملناش منه خلاص. يعني هي الفكره نفسها في الوقت اللي احنا عملناه. احنا المهيسون كان معمول من 10 سنين تقريبا حاجه كده. المهيسون ساعتها كانت ستايل التصوير كان مختلف. اللي انت تعملي مقالب في مقالب بالطريقه دي بالاحكام كان بيحصل ده كانت حاجه جديده جدا على الجمهور. دلوقتي انت بتقدري تعملي اي حاجه بتليفونك. احنا طلعنا بترند جديد كبير جدا في المهيسون. الناس كلها بتعملها خلاص بتليفوناتها وبتعملها مقالب في الشارع. فصعب جدا ان انت تقدري تعملي الفورمات ده دلوقتي. والله احنا عندنا فيلم بنحضره وعندي مسلسل وعندنا شويه بروجكتس كده ان ذا بايب لاين ان شاء الله هنقدر نعملها. ما اقدرش احكي دلوقتي تفاصيل. يعني احنا عندنا قصه كابتن حياه كابتن محمود الجواري بتتكتب ان شاء الله في البايب لاين. عندي فيلم تاني مع استاذ طارق الجنايني, عندي فيلم مع استاذ طارق العريان, وعندنا شويه افلام كده ان ذا بايب لاين ان شاء الله نقدر نعملها ان شاء الله. انا مش عايز ابطل اعمل افلام ومسلسلات الفتره اللي جايه. يعني انا يعني بعمل اعلانات زي ما انا, بس مركز اكتر في دلوقتي في الافلام والمسلسلات. ويعني غالبا هتبقى منصه قصه حياه محمود الجواري ان شاء الله هيبقى منصه. بس انا يعني ما عنديش مشكله ده او ده. انا عندي تاني بس مشكله اللي احنا لو هنخش رمضان او هنخش حاجه لازم اكون محضر كويس جدا, وما اقدرش اشتغل اللي هو الحاجات اللي على الهوا دي, عشان انا بشتغل بستايل مختلف تماما. بصي كده على كده المقارنة هتبقى موجودة. بس يعني انا كنت قاعد مع الاستاذ احمد الجنايني. استاذ احمد الجنايني زي اخويا, واداني نصيحة حلوة جدا. قال لي ارميه ورا ظهرك خلاص. يعني النجاح ده خلاص احنا يعني حققناه الحمد لله. انا مش هقعد اقارن حاجة بالحريف. البطل عندي هو الورق. ايه المسج اللي انا عايز اوصلها, او ايه الفيلم الجديد اللي انا عايز اعمله, هو ده اللي انا هكون بفكر فيه. مش هكون بفكر في حاجة. يعني انا خلاص الحريفة الحمد لله احنا نجحنا فيه, بس خلاص يعني ده ورا ظهرنا وبس.